السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المجمع التكنولوجي المتكامل بالأمرية، أهلا وسهلا بكم. أنا النهاردة في فيديو جديد من فيديوهات مادة الإلكتريك درايف سيستمز، واللي إن شاء الله بإذن الله تعالى هنتكلم فيها النهاردة في البرزنتيشن بتاعتنا إن شاء الله النهاردة، أو في الفيديو بتاعنا النهاردة على الامتحان الأول في المادة بتاعتنا. ومن خلال الفيديو ده بإذن الله تعالى هنوضح الكريتيريا بتاعة الامتحان، البيهات والإمات والديهات اللي نازلة في الامتحان دي هتبقى شكلها عامل إزاي، وهنوضح ليكم بإذن الله تعالى من خلال الفيديو إيه التاسكات اللي هتبقى موجودة عندنا في الامتحان، وكل تاسك هنتناوله مع بعض كده ونشوف ونعرف نعرفكم بإذن الله تعالى إيه اللي أنتم المفروض تعملوه في كل تاسك بإذن الله. ف طبعا اول حاجة هنبص عليها ان شاء الله باذن الله تعالى وهي الكريتيريا بتاعة المادة. فكريتيريا هيبقى عندنا فيها بي 3 وبي 4 وبي 7 وبي 8 وبي 9، يبقى عندنا في البيهات بي 3 و4 و7 و8 و9 وبي 11 وبي 12 وبي 13 كمان. دي البيهات اللي موجودة في الاساينمنت، والامهات عندنا ام 11 وام 21، دول التو امز اللي موجود في الاساينمنت، ومعانا الديهات دي 1 4. طيب الليرنينج اوت كومز اللي موجوده في الاساينمنت هتبقى عندنا على الاربعه ليرنينج اوت كوم 1 و2 و3 و4، وطبعا زي ما احنا عارفين الاربعه ليرنينج اوت كومز، الليرنينج اوت كومز 1 اللي كانت بتقول انك to be able to model and analyze the principles and operation of DC drives، والليرنينج اوت كوم 2 to be able to model and analyze the principle and operation of AC drives، والليرنينج اوت كوم رقم 3 واللي بتتكلم على to be able to apply different problem solving techniques to DC and AC drives applications، وال learning outcome 4 اللي كانت بتبقى عاوزانا be able to correctly configure, operate and monitor drive systems. ال assignment title بتاعنا هيبقى characteristics of drive systems. دي ان شاء الله المعلومات اللي عايزين نعرفها بإذن الله عن ال assignment بتاعنا. نخش بعد كده للكرايتيريا بتاعت كل بي المطلوب مننا، طبعا بي 3 واللي هتبقى عندنا التاسك الاولاني، وبتقول لي الكرايتيريا بتاعتي بتقول لي كالكيوليت الستارتنج كارنت اند ستارتنج تورك فور سيريز شانت اند كومباوند دي سي درايفز، ودي التاسك الاولاني. يعني ده اتوقع ان احنا يبقى عندنا مساله فيها استخدم اجيب الشنط والسيرز والكومباوند دي سي درايفز. البي 4 التاسك الثاني وبيقول لي بيرفورم سبيد كنترول كالكوليشن فور دي سي درايفز، دي في التاسك الثاني بتاع بي 4. يعني هبقى عايزين نشوف البرفورم سبيد كنترول، ازاي نعرف نعمل سبيد كنترول كالكوليشنز، فهنتوقع ان احنا نشوف مساله. بي 7 بتقول لي كالكوليت ستارتنج كارنت اند ستارتنج توركس فور اي سي درايفز، عايزين نعمل برضو كالكوليشن، فواضح انها هتبقى مساله. يبقى اذا بي 3 وبي 4 وبي 7 دي بالنسبه لي مسائل، وكمان بي 8 لانها بتقول لي بيرفورم سبيد كنترول كالكوليشنز برضو، فادام كالكوليشنز يبقى اكيد مساله. بي 9 بتقول لي ديزاين اتيبيكال درايف سيستم كنترولر انكلودنج الديزاين كونسيدريشن فور اتش كنترول لوب، عاوز يقول لي ان هيبقى عندي ديزاين، هيبقى يديني مثلا كنترول سيستم، وعايز يعمل لي، عايزنا نعمل ديزاين يكون تيبيكال للسيستم دوت. نتوقع ان نشوف حاجه زي كده. البي 11 التاسك الرابع بتقول لي ايدنتيفاي اند كلاسيفاي ديفرنت جير فولتس ان الكتريك درايف سيستمز، ودي طبعا اتوقع ان ده هيبقى سؤال نظري وجاي واضح وصريح. بي 12 وبيقول لي واللي بيكون متكون عندي من كذا كذا جريد، يعني او كذا كرايتيريا بالنسبه لي. بي 9 مثلا بتقول لي ديزاين اتيبيكال درايف سيستم زي ما احنا اتفقنا. بي 10 بي 11 بتقول لي ايدنتيفاي اند كلاسيفاي ديفرنت جير فولتس ان الكتريك درايف سيستمز، وكمان بي 12 بتقول لي ايدنتيفاي اند كلاسيفاي ديفرنت باور سورس ريليتد فولتس ان الكتريك درايف سيستم، وبي 13 بتقول لي ايدنتيفاي اند كلاسيفاي ديفرنت الكتريك ماشين ريليتد فولتس ان الكتريك ان اند الكتريك درايف سيستم. والاربعه تقريبا هيبقوا موجودين في نفس التاسك، يعني هيبقى في تاسك لامم لي الاربع كرايتيريا دول مع بعض. نيجي بقى في التقديرات، هلاقي ان في الاماية الاولى بتقول لي effective judgment have been made، يعني في judgment انت هتعملها، و ام 2.1 بتقول لي relative series and techniques have been applied، في techniques انت هتعملها او series هتطبقها هت applied على system معين، وده هنشوفه برضو في التاسكات. دي 1.4 بتقول لي realistic improvements have been proposed against the defined characteristics، لازم يبقى في improvements، اكيد سؤال هيبقى واضح وصريح على الجزئية دي. دي كانت الكرايتيريا اللي موجودة في كل الأسئلة اللي موجودة في إن شاء الله في الامتحان، وطبعا هنشوفها من خلال التاسكات. طيب
نبدأ الجزئية الأولى عندنا النهاردة وهي السيناريو. عايزين نعرف السيناريو بتاع الأساينمنت. السيناريو بسيط وسهل جدا، بيقول لك you are working as an electrical engineer in Egypt's Egyptalms aluminum plants situated in نجع حمادي. أنت شغال مهندس في شركة في نجع حمادي some 100 كيلومترز نورث فروم لوكسور. الموقع اللوكيشن بتاعها ايجيبتالمز المونيوم بلانتس هاز كم تو ريبريزنت ا كوميتمنت تو انفستمنت ان ذا فيوتشر ويتش ريفليكتس ذا فيلوسفي اوف ايجيبت اتسلف. ذا بلانيت هاز the two types of DC and the AC machines it's required from you to perform the following tasks using the your study in electric drive system unit tabulate your results. يعني بيقول لك بكل بساطة في السيناريو انت شغال في مكان، المكان دوت بيعتمد فيه الماشينز على الاي سي والدي سي ماشينز، وهيبقى مطلوب منك انك تعمل شويه تاسكات بناء على دراستك للالكتريك درايف سيستم يونت او ماده الالكتريك درايف ايه سيستم. التاسك الاولاني وده اللي هتاخد فيه ان شاء الله لو قدرت تحله هتقدر من خلاله ان انت تباس بي 3. السؤال بيقول لي 250 فولت دي سي كومباوند موتور هاز ارميتشر فيلد اند سيريز ريزيستنس 0.2 اوم اند 0.15 اوم اند 1 اوم ريسبكتيفلي. عندك ثلاث مقاومات، الثلاث مقاومات بتوع الارميتشر والفيلد والسيريز ريزيستنس 20 من 100 15 من 100 1 من 1 اوم بالترتيب. عايز منك ثلاث حاجات. If the motor runs with series winding only, it takes a current of 40 ampere from the supply while running at 1200 RPM. Calculate the starting current and torque. يعني بيقول لحضرتك لو عندك التيار 40 أمبير والسبلاي from supply while running speed 1200 RPM، عايزك تحسب الستارتنج كارنت اند تورك. المطلوب الثاني زيه بالظبط. If the motor runs with shunt winding only it takes a current of 35 ampere from the supply while running at 1200 RPM. Calculate the starting current and torque. ده نفس السؤال الاولاني بس لو هتشتغل بقى المره دي في الشنط. رقم ثلاثة، المطلوب الثالث. If the motor runs as short cumulative compound it takes 30 ampere armature current and 35 a total current at 1200 RPM. Calculate the starting current and the torque. والسؤال التالي بيقول لي لو انت هتشتغل بالشورت كوميولاتيف كومباوند ومديني ال 2 امبيرز 30 امبير و35 امبير قيمتين، طبعا كل قيمه منهم هنستخدمها على حسب القوانين اللي احنا قلناها، وطبعا في عند نفس السرعه كالكوليت الستارتنج كارنت اند تورك. سؤال سهل وبسيط وفكرته ما فيهاش فيها مشكله، وخدنا حاجات شبه كده طبعا من القوانين اللي اشتغلناها. هتقدروا تحلوا السؤال ده بسهوله ما فيش فيه اي مشكله خالص. التاسك الثاني بيقول لي تو اتشيف ذا اسسمنت كرايتيريا، لو قدرت تحل السؤال ده تاخد بي 4. السؤال بيقول لي سيبريتلي اكسايتد دي سي موتور از سبلايد فروم 230 فولت 50 هرتز سنجل فيز فول ويف كنترول كونفرتر. Its field is fed through single phase full wave controlled converter with 0 degree firing angle delay. Motor has armature resistance 0.5 ohm and the motor constant 0.54 rated low torque of 20 newton per meter at 1200 RPM. Fine. يعني مديني شوية معطيات لدي سي موتور سيبريتلي اكسايتد دي سي موتور، ومديني شويه معطيات وبيقول لي من خلال المعطيات ديت اوجد الفايرنج انجل ديلي اوف ارميتشر كونفرتر الار ام اس فاليو اوف ثايرستور اند سورس كارنت اند سورس كارنت. رقم ثلاثه والمطلوب الثالث انبوت باور فاكتور اوف ارميتشر كونفرتر. ده المطلوب ايه؟ المطلوب الثالث او الثلاث مطالب اللي موجودين في السؤال دوت. التاسك الثالث واللي هتقدر من خلاله انك تاخد بي 7 وبي 8 بيقول لي a 3 phase star connected 50 hertz 4 pole induction motor has the following parameters in ohms per phase refer to stator. ال R1 بتساوي ال R2 بتساوي 5 من 100 وال X1 بتساوي ال X2 ب 2 من 10. The motor is controlled by a variable frequency control with constant V by F determine the following
for operating frequency 25 هرتز. رقم واحد, the breakdown torque as ratio of its value at the rated frequency, motoring and braking. والمطلوب التاني عايز ال starting torque and rotor current in item in terms of their values and rated frequency. ده السؤال التاسك رقم 3, واللي هتاخد اللي هتقدر تحله تاخد فيه بي 7 وبي 8 بكل سهوله ان شاء الله, وبرده حاجات سهله وبسيطه ونقدر نحلها بسهوله جدا ان شاء الله. التاسك اللي بعد كده, وده فيه مالتيبلاي تاسكس, يعني فيه اكتر من تاسك مع بعض, واللي هتقدر من خلاله تاخد بي 9 وبي 11 و12 و13 وام 21. بيقول لي فور فيجر 1 شوز ا بلوك دايجرام اوف ا تيبيكال درايف سيستم فور اي سي موتور, اللي احنا هنشوفه في السلايد اللي بعدها اللي هو الاي سي درايف سيستم, السيستم اللي قدام حضرتك ده. بيقول لك رقم واحد او المطلوب الاول, ديزاين اتيبيكال درايف سيستم كنترولر انكلودنج الديزاين كونسيدريشن فور اتش لوب. المطلوب الثاني, ابلاي ريليفنت سيريز اند تكنيكس تو ديزاين اتيبيكال كنترولر اوف بارت اي. مطلوب الثالث, ايدنتيفاي اند كلاسيفاي ذا اكسبكتد فولتس ان جير كونكتد تو ان الكتريك درايف سيستم. لغايه دلوقتي احنا قلنا ثلاث تاسكات. التاسك الاولاني لو قلته اللي هو انك انت عايز تعمل تيبيكال درايف سيستم, ده السيستم دوت هتاخد فيه بي 9 وتكون موضح فيه كل لوب. التاسك الثاني, ابلاي ريليفنت سيريز اند تكنيكس, عايزك تعمل بقى ابلاي للسيريز اند تكنيكس عشان تعمل الديزاين اللي انت هتعمله في المطلوب الاولاني, ده سؤال ام. المطلوب الثالث بيقول لي بقى ايدنتيفاي اند كلاسيفاي الاكسبكتد فولتس ان جير كونكتد اوف ان الكتريك درايف سيستم. لو عندك الكتريك درايف سيستم ايه هي الاكسبكتد فولتس اللي ممكن تبقى موجوده, اعمل لها ايدنتيفيكيشن وكلاسيفيكيشن. المطلوب الرابع بيقول لي ايدنتيفاي اند كلاسيفاي ذا اكسبكتد فولتس ان باور سورس فيدنج ذا درايف سيستم. برده نفس الكلام, لو عندك درايف سيستم عايزك تعمل كلاسيفيكيشن وايدنتيفيكيشن, وده هتاخد عليه بي 12. والسؤال الاخير في او التاسك الاخير, ايدنتيفاي اند كلاسيفاي ذا اكسبكتد فولتس ان ذا موتور, دي برده السؤال الاخير وتاخد عليه بي 13. التاسك الرابع فيه كذا سؤال, فركزوا كويس قوي وانتوا بتحلوا الحاجات دي يا شباب. وطبعا ده الدرايف سيستم زي ما احنا اتفقنا اللي ايه اللي هيبقى واضح وهتبقى وهنشتغل من عليه التاسك ده كله. التاسك الخامس واللي من خلاله هتقدر تاخد M1.1 او M1.1, بيقول لك ايه, you have a different types of converters, what will be the best converter that may be used to control the DC motor in four quadrants, make judgment for the best drive that you select. يعني بيقول لحضرتك لو انت عندك مجموعة مختلفة من الكونفرترز, ايه افضل نوع ممكن تستخدمه عشان تعمل كنترول على DC motor in four quadrants, واعمل judgment يعني ليه هتختار النوع اللي انت هتختاره دوت. التاسك السادس بيقول لي لو قدرت تحله, وده التاسك الاخير عندنا ولو قدرت تحله هتبقى خدت دي 1/4. بيقول لي propose a realistic improvements to enhance the power quality of DC and AC machines used in Egypt's aluminum planet using power electronic elements. بيقول لحضرتك لو انت عندك عايز بقى انت تعمل improvement للدي سي والاي سي ماشينز اللي موجوده في الشركه اللي انت شغال فيها دي, قول لنا بقى ايه الاقتراحات بتاعتك, ايه الامبروفمنتس اللي انت عايز تعملها عشان تزود او تنهانس الباور كواليتي باستخدام طبعا الايه الباور الكترونيك ايه اليمنتس. وده التاسك الاخير في الاساينمنت واللي هتقدر من خلاله تاخد الدي 1. و في السلايد اللي بعد كده هنشوف طبعا الاساينمنت زي ما احنا شفنا الفيدباك شيت, ودي اللي بنبقى عارفين فيها الاساينمنت بعد ما ان شاء الله هنكون حلينا كل حاجه صح, هنقدر ناخدها بقى في زي ما احنا شايفين نقدر ناخدها من في الكرايتيريا اتشيفد ان شاء الله, يكون الاساينمنت سهل ويكون الدنيا بسيطه بالنسبه لكم. ومن خلالنا هنا هنقدر نشوف برده زي ما احنا قلنا الايفيدنس المطلوب منكم في كل سؤال, بي 3 وبي 4 وبي 7 وبي 8 بنتوقع ان احنا نشوف كالكوليشنز يعني مسائل هتتحل, بي 9 وبي 11 وبي 12 وبي 13 كلها ريبورتس هيبقى لان اسئله نظريه, ام 1/1 وام 2/1 ودي 1/4 برضو ان شاء الله هتبقى ريبورتس باذن الله تعالى. طبعا الاساينمنت دكتور حسام كان نزله, وبالتالي احنا اوتوماتيك على طول بدانا ان احنا نعمل على طول فيديو علشان نوضح لكم الاساينمنت باذن الله تعالى عشان تبداوا تشتغلوا, ونبدا باذن الله تعالى في المرحله الجايه مرحله الفيدباك على الاساينمنت دوت. اتمنى ان من خلال الفيديو دوت نكون وضحنا الاساينمنت عباره عن ايه, ونكون وضحنا كل تاسك من التاسكات والدنيا تبقى سهله معاكم. شد
حيلكم وربنا يوفقكم دايما، وان شاء الله باذن الله تعالى تبداوا فيدباك، نبدا فيدباك باذن الله بعد ما تخلصوا حل باذن الله في الفتره اللي انتوا هتشتغلوا فيها، وان شاء الله مع الدكتور وانا كمان ان شاء الله هبقى موجود معاكم. بشكركم جدا في نهايه الفيديو على استماعكم لي. كنت معاكم باشمهندس حسام صلاح، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى لكم التوفيق، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.